بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. اللهجة المصرية من غير معلم. كلنا نشأنا في جيل الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات مع الأفلام والمسلسلات المصرية، مع المدرسين والأساتذة المصريين، مع كل المصريين في حياتنا اليومية نحن العرب، ولذلك كثير منا يعرف كلمات مصرية كثيرة. أحببت أن أذكر بعضها هنا مع أصول هذه الكلمات. وبطبيعة الحال لأن مصر تعد قلب الأمة العربية النابض، ولذلك جاءتها الأمم من كل جانب. فمصر يا سادة في العشرينات والثلاثينات كانت الأمم تأتيها من كل جانب للعمل في مصر في مهن عديدة جدا، يوم أن كانت مصر مصر. ولذلك نجد فيها لهجات كثيرة، التركية والإنجليزية والفارسية والطليانية والإسبانية، بالإضافة إلى العربية والقبطية. من الكلمات ذات الأصول العربية في اللهجة المصرية عزومة، وأصلها من العزيمة، كأنه يعزم عليك أن تلبي دعوته. وفي المثل الدارج عند المصريين يقول لك عزومة مركبية، يعني أصحاب المركب. فهذا إذا دعاك دعوته ليست صادقة، لأنه من الصعب أن تصل إليه، فهي عزومة مركبية. أيضا مما هو دارج في اللهجة المصرية وهو موجود أيضا في بعض لهجاتنا العربية، يقولون البساط أحمدي، نسبة فيما يذكر إلى السيد أحمد البدوي. فيما يقولون من الأساطير أنه كان يجلس على بساط لا يسع إلا لشخصين أو ثلاثة، وإذا بالجالسين عليه يفوقون 20 رجلا لعدم الكلفة الساقطة، فيقولون البساط أحمدي، يعني الكلفة ساقطة بيننا. ومن الكلمات المصرية الدارجة ذات الأصل العربي زفة، وزفة كلمة عربية فصيحة بمعنى أسرع في المشي والخطى، فيقولون زفة العروس وهكذا. ومن الأمثلة اللطيفة في اللهجة المصرية يقولون يضرب في زفة ويصالح في عطفة، يعني يضرب أمام الملأ ويهين أمام الملأ، فإذا جاء ليعتذر اعتذر في خفية. حبايبنا المصريين يسمون الحمار أجلكم الله بالحصاوي. ما أصل هذه الكلمة؟ يقال إن إبراهيم باشا لما دخل الجزيرة العربية وقضى على الدولة السعودية الأولى مر بالأحساء، فوجد عندهم حميرا بيضاء اللون ذات سيقان طويلة وتحمل نصف وزنها، فأخذها معه إلى مصر، فانتقلت الكلمة من الحساوي إلى الحصاوي. من اللهجة المصرية أيضا كلمة مندرة، وهي محرفة عن منظرة، وهي عبارة عن الأكشاك والأشياء المرتفعة، ومنها منطقة المندرة في الإسكندرية، وإنما سميت بذلك لأن عباس حلمي الخديوي عباس لما بنى قصره في المنتزه وضع له مثل المندرة، المكان المرتفع، فسمي هذا الحي بحي المندرة. المصريون يقولون إن فلانا فضحته بجلاجل. ما هي الجلاجل؟ الجلاجل أو الجلاجل جمع جلجل، وهو الجرس الذي كان يعلق على الحمور أو جمع حمار أو على غيرها. فكأن هذا الرجل صارت فضيحته فضيحة هذا الجرس المدوي، ويقال إن المجرم كان يطاف على حمير أو على حمار له هذا الجلجل أو هذا الجرس، فتنتشر فضيحته بالآفاق، سترنا الله وإياكم. المصريون وكثير من البلاد العربية يسمون صنبور المياه بالحنفية. ما أصل هذه التسمية؟ يقول الأستاذ أحمد أمين رحمه الله أنه وقع خلاف في حكم الوضوء من هذه الحنفية، فمنعه بعض الفقهاء وأجازه فقهاء الحنفية فنسبت إليهم، وهذه القصة لا أصل لها، وإنما سمي صنبور المياه بالحنفية للحنف الموجود فيه، يعني الميل والانحراف. من التعبيرات الموجودة في اللهجة المصرية قولهم إياد العدي. ما أصل هذه الكلمة؟ هذه كلمة تقال عند السخرية أو الاحتقار والاستهزاء ونحوها، وأصلها يا ألد أعدائي، فكأن الكلمة جاءها شيء من النحت، والله أعلم. تعبيرات المصريين في الخلاف والعراك والخناقة أكثر من أن تحصر. فمثلا هم يقولون، وهذه موجودة عند النساء غالبا قديما، يقولون أفرش لك الملاية. الملاية اللي هي الشرشف أو العباءة، فكأنها قد تجهزت لحرب لسانية ضروس. ومنها قولهم أبهدلك ستين بهدلة. أبهدلك مأخوذة من البهذلة، والبهذلة في لغة العرب بمعنى البلاء والشدة ونحوها.
إذا أراد المصريون أن يعبروا عن البلاء الموقع على الرجل أو المصيبة التي ستحل عليه، قالوا فلان امنيل بست النيلة. النيلة هي نبتة زرقاء كان يستخدمها المصريون، لها لون كالأزرق، وأحيانا فيما يقال قديما كانت تستخدم في أيام المصائب وعند الموت. فهذا الرجل غارق بستين نيلة زرقاء، طبعا العدد هنا يراد به التكثير. إذا أراد المصريون أن يعبروا عن أناقة الرجل وعنايته بنفسه قالوا هذا على سنقة عشرة. السنقة أصلها من كلمة فارسية بمعنى الميزان أو الثقل، وهي عادة تحمل في ذلك الوقت أقصى شيء تحمله 10 كيلوغرام، فهذا إشارة إلى ثقل هذا الرجل بأنه صار على سنقة عشرة. البتاع كلمة مصرية بمعنى الأثاث أو الحاجة أو غير ذلك، والباء هنا مبدلة عن الميم فأصلها المتاع بمعنى الأثاث. هناك كلمات إنجليزية كثيرة في اللهجة المصرية، منها ما دخل مع الإنجليز قديما، ومنها ما تعرف عليه الشباب اليوم وصاروا يستخدمونه في كثير من أحاديثهم، سكارف وكوينز وسويتر وفانيلا وكاشير وغيرها من الكلمات الكثيرة التي يصعب حصرها هنا لقوة دخول الإنجليزية في اللهجة المصرية أو حتى عموم اللهجات العربية. نظرا لقوة العلاقة بين الدولة العثمانية ومصر، فقد دخلت الكثير من الكلمات التركية قديما في اللهجة المصرية، منها على سبيل المثال كلمة بلطجي فأصلها من البلطجة بمعنى الفأس، وكان البلطجية في أيام الدولة العثمانية يستخدمون الفؤوس ويدورون في الأسواق يكافحون المجرمين. هناك أيضا كلمة أوضة وهي الغرفة، وهي كلمة تركية الأصل. هناك أيضا كلمة أسطى إشارة إلى السائق وهي تركية. ومن الكلمات التركية أيضا كلمة أبيه وهي بمعنى الأخ الكبير، وأبلة الأخت وهي أيضا موجودة في اللهجة المصرية. كلمة البصمة مأخوذة من التركية باسماك بمعنى البصمة، وباسمجي كانت هذه مهنة موجودة في مصر وفي الدولة العثمانية قديما. الأونطة كلمة موجودة في اللهجة المصرية وهي ذات أصل رومي بمعنى الخديعة، والأونطقي هو المخادع، وقد كانوا قديما يأتون بالأونطقية في ملاعب القمار ويوهم المقامر أن هذا مقامر وهو في حقيقة الأمر مجرد أونطقي، مجرد مخادع. الحقيقة الكلمات كثيرة في اللهجة المصرية، لكن هذه بعضها، وتجدون كل هذه الكلمات وغيرها في جميع اللهجات العربية في موقع أطلس اللهجات العربية في جوجل. اكتب أطلس اللهجات العربية وادخل وتبحر في جميع المفردات العربية، تعرف الكلمات ومعانيها وأصولها مع الصور والخرائط المعبرة، وهو موقع متاح للجميع مجانا. نشوفكم على خير.